في الأسطورة الرابعة، أسطورة رابعة، الحراني يجيز السجود ليوسف عليه السلام. أقول لماذا يجيز ابن تيمية السجود ليوسف في المنام وفي الخارج والواقع، ولماذا لم يصدر ولماذا لم يصدر من التيمية الحراني أي تكفير لأخوة يوسف ويوسف وأمه وأبيه عليهم السلام لأنهم سجدوا لغير الله؟ لماذا لم يصدر منه، من الشيخ التيمية العراني، لم يصدر منه أي تكفير لأخوة يوسف ويوسف وأمه وأبيه لأنهم سجدوا لغير الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا لم يكفر العراني نفسه وأتباعه وهم يقرون ويقبلون بالسجود ليوسف فيما نراهم قد كفر المسلمين وأهل القبلة بدعاوى واتهامات وافتراءات باطلة تحت عنوان زيارة القبور وعبادة القبور والقبورية وغيرها من عناوين؟ قال الشيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء أول في صفحة 228، يقول لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا فقد لا يكون مطابقا، كما في قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال يرونهم مثليهم رأي العين. يقول التيمية وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه، فهو حق في مرتبته وإن لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم، وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا. وتلك لا زال كلام التيمية، وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له أي ليوسف، فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه. فلا شك، الكلام لابن تيمية يقول فلا شك فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه، وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته، كما قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، كما قال تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الآن يقول ابن تيمية وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبل بل والبقر، فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه، فتلك رآها متخيلة متمثلة أو متمثلة متمثلة في نفسه، وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجذب. فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته، بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه، فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة. التفت، يكفر أبا حنيفة على العقل والرأي والاجتهاد والقياس، وانظر ماذا يقول هنا، يقول فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة، ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو مماثل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور هي بعينها رآها فهو مبطل، مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف، وأن بقرا موجودة في الخارج سبعا سمانا أكلت سبعا عجافة، فهذا باطل. هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، تيمية الحراني. أقول هنا خطوات: أولى، لم يشك ابن تيمية الحراني أبدا في أن السجود كان ليوسف عليه السلام، ما عنده أي شيء، أي شك لا يوجد. إذن أقول خطوات: خطوة أولى، لم يشك ابن تيمية الحراني أبدا في أن السجود كان ليوسف عليه السلام سواء في عالم الرؤيا أو في عالم الواقع والخارج. قال تيمية وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له، وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته.
قال العلي العظيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن هذه الخطوة الأولى وأتيت بهذه الشواهد القرآنية عليها. إذن أقول هنا خطوات الأولى: لم يشك ابن تيمية الحراني أبدا في أن السجود كان ليوسف عليه السلام سواء في عالم الرؤيا أو في الواقع والخارج. قال تيمية: وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له، وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته. أقول قال العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. ثانية، خطوة ثانية في الرؤيا: ثلاثة أطراف. الطرف الأول الكواكب والشمس والقمر، هذا الطرف الأول الكواكب والشمس والقمر. الطرف الثاني السجود. الطرف الثالث يوسف. إذن في الرؤيا عندي ثلاثة أطراف: الكواكب والشمس والقمر والسجود ويوسف عليه السلام. فالحدث في الرؤيا هو سجود الأول للثالث، أي سجود الكواكب والشمس والقمر ليوسف عليه السلام، هذا في الرؤيا. وفي الخارج والحقيقة الخارجية أيضا ثلاثة أطراف: الطرف الأول أخوة يوسف وأمه وأبوه، الطرف الثاني السجود، الطرف الثالث يوسف عليه السلام. فالحدث في الخارج والواقع هو سجود الأول للثالث، أي سجود أخوة يوسف وأمه وأبيه يوسف عليه السلام. خطوة ثالثة: فلماذا إذن تكفرون المسلمين بتهمة زيارة القبور ولا يوجد بينهم أبدا من يقول أنه يسجد للقبور ويعبد القبور؟ رابعة: حتى مع افتراءاتكم على المسلمين بأنهم يسجدون للقبور ويعبدونها، فلماذا تستنكرون عليهم وتكفرونهم وتسفكون دماءهم وها هو زعيمكم وكبيركم وشيخكم يعترف ويقر ويصر على تحقق السجود ليوسف حقيقة وخارجا، وها هو زعيمكم وكبيركم وشيخكم. ابن تيمية يعترف ويقر ويصر على تحقق السجود ليوسف حقيقة وخارجا بحسب النص القرآني الواضح الصريح، وكلام شيخكم واضح وصريح، وأنه يرفض مطلقا المجاز والتأويل، فلم يقبل أي مجاز وتأويل يدعيه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة فضلا عن الشيعة وغيرهم من المسلمين وأهل القبلة. وإذا اتخذ التيمية وشيخهم التأويل والمجاز للدفاع عن معتقدهم والكشف والتأويل عما قالوه، فلماذا لا تسمحون ولا تقبلون ما يتأوله ويقصده الآخرون وما يعتمدونه من معاني مجازية؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون.